مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك يوميا على النهار اليوم من السادسه وحتى السابعه يوميا. بنكون موجودين معاكم بنتناقش في قضيه مهمه عاده بتكون بتهم الناس كلها، بنحاول ان احنا نتابعها ونحاول نشوف راي حضراتكم فيها. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو هيكون حديث المصريين والعالم العربي والاسلامي كله خلال الفتره المقبله، هو بيهم اكتر من 1.62 مليون مسلم حول العالم. هنتكلم النهاردة عن بدء أولى رحلات الحج اللي بتنطلق في مصر بإذن الله بداية من الغد، واللي ما بيفصلناش عن هذه المشاعر أو هذه الشعائر الدينية المباركة سوى أيام قليلة جدا، يعني أقل من شهر، حوالي 25 يوم فقط. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا ربنا يرجع دايما الأيام دي علينا بالخير واليمن والبركات. أسعار الحج السنة دي زادت من 5% ل10% عن أسعار السنة اللي فاتت، وصلت بالتالي لحوالي 70,000 جنيه للفرد، وده أمر فسره بعض الخبراء انه السبب في انخفاض الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه. الاجهزه الرسميه بدات بالفعل الاعداد لموسم الحج بشكل مبكر، واللي زي ما قلنا هينطلق اولى رحلات الحج الخاص بالقرعه غدا باذن الله يوم الاحد في مطار برج العرب، وتاني الرحلات هتكون من مطار القاهره يوم الاثنين بعد بكره. الحكومه السنه دي قررت تنظيم الرحلات بالنسبه للحجاج من بعض المطارات اللي في المحافظات الاقليميه مش القاهره فقط، وده في محاوله لمنع التكدس والازدحام في مطار القاهره. يعني على سبيل المثال عندنا مطار الأقصر وأسوان، عندنا الغردقة، عندنا برج العرب، ده بالإضافة طبعا لبرج أو لمطار القاهرة. كمان مش بس شركة مصر للطيران هي اللي هتوزع أو هتنقل الحجاج من مصر إلى السعودية بإذن الله في الأيام المقبلة، لكن 5 شركات أخرى هتنظم رحلات الحجاج من المطارات المصرية المختلفة، في مقدمتها بحسب ما علمنا الخطوط الجوية السعودية، ده بالإضافة لبعض الشركات الخاصة. كمان المؤسسة القومية للحج والعمرة اللي هي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عملت استمارة ضوابط، الاستمارة دي معمولة لحجاج الجمعيات الأهلية. مجموعة من الضوابط أهمها حظر ممارسة أي أعمال دعائية، وكمان حظر تجمعات ليها أهداف سياسية أو حتى أي صورة من صور المظاهرات أو الاعتصام في أثناء الخروج إلى رحلة الحج المبارك. كمان الاستمارة دي بتتضمن بيانات مهمة وكافية عن الحجاج، عن نوع الحج وعن السكن، عن مكان أو مدى قربه من الحرم والأمراض اللي بيعاني منها، أو كمان ضرورة وجود شهادة طبية للحج. إحنا النهاردة هنناقش كل ما يخص الحج خلال الموسم الحالي، هنناقش معاكم على مدار ساعة كاملة في النهار اليوم وفي رأيك بصوتك آرائكم عن زيادة أسعار الحج السنة دي، هنتابع مع المسؤولين كمان آخر الاستعدادات الخاصة ببعثة الحج بما إن خلاص أيام أو ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن أول رحلة من رحلات الحج المبارك. هنستنى طبعا كالعادة آرائكم وتعليقاتكم سواء من خلال الاتصالات المباشرة على أرقامنا أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر رأيك بصوتك والنهار اليوم، وعشان تجاوبوا على أسئلتنا اللي موجودة على المواقع المختلفة وهي كالتالي: كيف ترى ارتفاع أسعار الحج هذا العام؟ رؤيتك هل شايفها مبررة في ظل تفسيرات مختلفة لأسباب الارتفاع مع كان في نفي متواجد في الأيام الماضية قبل أن يثبت؟ هل تتناسب هذه الارتفاعات مع الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد؟ شايف الأمر منطقي ولا شايف الأمر غير منطقي؟ وأخيرا رأيك في تخصيص الحكومة المطارات الإقليمية لسفر وعودة الحجاج، هل ترى أن القرار سوف يقضي على الزحام كما قالت الحكومة أو كما قالت الجهات المعنية؟ هنستنى اراء حضراتكم المختلفه، ولكن قبل الفاصل اللي عايزين نفكركم الفقره الثالثه والاخيره في حلقتنا، في اخر فقره من عندنا بيكون فقره شكوتك بصوتك، بنتناقش في اي مشكله انت عايز تقولها، عايز توصلها للمسؤولين، سواء كانت مشكله شخصيه، مشكله بيعاني منها انت وغيرك من المواطنين، منطقه معينه، محافظه معينه، في سكنك، في محل اقامتك، او حتى في مكان شغلك، اتصل بينا مباشره على ارقام التليفونات، وصل صوتك، هنوصل المشكله للمسؤولين وباذن الله هنتابع الحل معاكم ومع المسؤول. بعد الفاصل في رأيك بصوتك عن أسعار الحج وعن الاستعدادات عن الحج. كل سنة وانتم طيبين.
اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما في حلقتنا من رايك بصوتك. بنفكركم بنتكلم النهارده عن موسم الحج وعن ارتفاع اسعار الحج من 5 الى 10% عن السنه اللي فاتت. الاول هنشوف اراء الناس في الشارع المصري عن رايهم في الاستعدادات الحاليه، عن رايهم في ارتفاع اسعار الحج هذا العام، رايهم ايه بعد ما وصلت اليه هذه الاسعار خلال الايام الماضيه وخلال او اقل من 25 يوم من انطلاق موسم الحج. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنشوف الناس قالت ايه في الشارع ونرجع بعدها نتلقى اراء المسؤولين وبعدها كمان ارائكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. نشوف الناس قالت ايه. الحج من 5 سنين كان بدون قرعه، الحج السياحي، الحج اللي كان بقرعه اللي هو الشؤون الاجتماعيه او اللي خاضع للداخليه او اللي خاضع لجمعيات او الى اخره، يعني جمعيات قليله الى اخره. لكن حاليا الحج السياحي سواء بري او سواء طيران اصبح بالقرعه، والواحد بيقدم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وبرضه ما بيطلعش، سواء 3 نجوم او 4 نجوم او 5 نجوم، واصبح مبالغ في اسعاره، اقل اسعار 30,000 و40,000 و50,000 الى 70 الى فهم فوق. لما يكون اول مره واحد لازم الدوله تساهم معاه، لان دي اول مره، لكن اللي هو بيحج على طول ومتوفر ليه المال، الدوله تدعمه ليه؟ يا ريت يبقى سهل ويسهلوها على الناس، لان فعلا أمنية أي حد في الدنيا أن يروح بيت الله. يعني أنا حجيت من 5 سنة نفسي أروح تاني وأروح تاني، بس الأسعار غالية جدا جدا جدا. طول ما الحج متروك للشركات تحدد السعر وتحدد البرنامج، هنوصل لمرحلة أن احنا ما نعرفش نحج. في الغالب الأعم كل من يشتاق إلى الحج بيرجع مديون، فالصورة اللي احنا شايفينها في منتهى القسوة على الناس، وكل مسلم نتمنى أنه يروح يحج. بنروح هناك اللي ربنا بيكتبها له، يعني بنشوف بتوع شرق اسيا ناس في منتهى البساطه الماديه والاجتماعيه، والدوله ميسره لهم المساله. احنا ما فيش عندنا اي تيسير الا بمجهود فردي من بعض الناس، يعني اذا تيسر له او اللي ربنا انفتح عليهم فبيكفر عن ذنوبه بيطلع 5 6، انما كشعب وكناس ما فيش مسلم مش شايل الحج. بالطريقه دي احنا هنوصل بعد 7 8 سنين يبقى ماساه. رايك قطع الحج زيه زي اي سلعه دلوقتي، تحكم فيها شوية سمسرة مش عارفين نتحكم فيهم، مين هما، وفي الآخر يطلع الفاعل مجهول. ما ينفعش واحد يبقى في بيته أو جنب بيته واحد محتاج ويسيبه ويروح يحج، هذا لا يجوز. فالحج في هذه الظروف لا يجوز. الأصول إن أي واحد قبل ما يروح يحج لابد إن هو يشوف أهله ويشوف جيرانه وشوف صحابه، الناس ديت معاها فلوس. حج القرعه مرتبط ان يشترط ان يكون قضى 5 سنوات، يعني امضى 5 سنوات على الحج بالنسبه للقرعه. بالنسبه للحج السياحي اسعاره مرتفعه جدا، يعني المواطن البسيط ما يقدرش يستطيع ان هو يطلع حج سياحي، ولازم طبعا يكون في مراقبه من الدوله للتحكم في الاسعار، حتى يستطيع المواطن العادي ان هو اللي ما حالفوش الحظ في حج القرعه ان هو يستطيع ان هو يطلع حج سياحي. دي كانت اراء بعض المواطنين، البعض بيشتكي بشكل واضح والبعض بيتكلم على اهم الممكن المعوقات اللي بتواجهه في اثناء او ما قبل انطلاق موسم الحج المبارك. خلينا نتابع هاتفيا راي الاستاذ هشام شوقي مسؤول ملف السياحه في المصري اليوم. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك والساده المستمعين. انا سمعت وشفت التقرير بتاع القناه، هو بس مبدئيا انا كان ليا ملاحظه على مساله تحديد الاسعار. نعم. تحديد الاسعار بيتم بالفعل في الحج السياحي باليه موجوده لها علاقه بغرفه شركات السياحه ووزاره السياحه، يعني بيبقى في وفد من غرفه شركات السياحه والمسؤولين في وزاره السياحه وبيتفقوا على شكل البرنامج وبتحدد اسعاره، وده معلن، ودي مساله مهمه جدا، يعني انا كنت احب انوه ليها واحب انه دايما الناس تتكلم عنها، فكره انه الاسعار محدده وانه في عقد بيتكتب ما بين الحاج وبيتكتب ما بين شركه السياحه، في اسعار محدده للثلاث برامج اللي بيطلعوا، الحد الادنى ليها في البرامج 23,000 جنيه وده سعر بدون ثمن تذكره الطيران. تمام. بعد كده احنا عندنا في البرامج اللي هي ال5 نجوم ودي بتوصل لحوالي 45,000 جنيه. ففكره انه الاسعار مراقبه من الدوله، لا، الاسعار مراقبه من الدوله. الحاجه اللي احب انوه ليها وهي يعني كان بيتكلم عنها حد من ضيوف التقرير، اتكلم عن تجربه شرق اسيا، وهي تجربه مهمه جدا، ويا ريت لو احنا يعني في مصر نقرب ندرس التجربه دي ونبتدي ناخد بيها. يعني في ماليزيا مثلا في حاجه اسمها صندوق او حصاله الحج. حصاله الحج دي فكرتها انه من اول ما بيتولد الطفل
وبيبتدي اسرته بتحوش له مبلغ معين كل شهر في هذه الحصاله. لما بيوصل سنه ل 40 سنه هو بيطلع الحج بموجب هذا المبلغ اللي موجود في الصندوق، وبالتالي انت ما بتبقاش حملته تكاليف وبيطلع يقضي فريضه الحج بس المره واحده فقط. وطبعا حضرتك عارف انه الحج فريضه بتؤدى لمن استطاع اليه سبيل، يعني من استطاع القدره الماليه والقدره الصحيه، وبالتالي هنا ده بيطلع بيحج. اللي اتعمل في ماليزيا هو يعني عشان بس قبل ما نعدي النقطه دي يا استاذ هشام، ما هو يعني من استطاع اليه سبيلا، ولكن يعني اي مسلم بيبقى يتمنى او بيرجو ان ربنا يوفقه ان هو يروح يحج ويزور بيت الله الحرام. فعشان كده الناس بتكلم، او ربما يمكن نقطه مهمه ان انت وضحتها فيما يخص طريقه تحديد اسعار الحج، ولكن الناس برضو بتكلم على اسعار مبالغه ربما من جانب حتى وان كانت مراقبه من جانب الدوله، فتعليقك ايه على النقطه دي؟ هو اولا اللي بيتحكم في الاسعار في حاجتين مهمين جدا، سعر العمله وسعر خدمات الطوافه اللي بتتحجز في الاراضي المقدسه. سعر العمله لما بيتراجع الجنيه قدام الريال ده بيزود من حوالي من 3-4% على قيمه البرنامج. سعر الطوافة لما بيزيد وفقا لأسعار الخدمات اللي بتزيد في الأراضي المقدسة ده بيرفع من أسعار البرنامج. الحاجة الثانية إنه إحنا كمان كانت الأسعار، يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن الأسعار كانت بتفوق الأسعار الموجودة حاليا، يعني هي مش كانت من 5 سنين لأقل، لا بالعكس، ده كانت تكاليف كانت بتزيد في برامج السياحة. ليه؟ لأنه كان في مناطق معينة بينزل فيها الحج المصري، يعني لازم المسافة ما تزيدش ما بينه وما بين الحرم عن 1000 متر. دلوقتي بقى يسمح بالسكن في العزيزية مثلا في منطقة ما كانش بيسمح السكن بيها، فده كان بيقلل تكلفة السكن اللي موجودة في مكان زي العزيزية، ما كناش بنستخدم الآلية دي. نعم. دلوقتي حاليا بنستخدم ده، في حين ان دول زي اوروبا وزي امريكا بتستخدم الآلية دي في مسألة السكن، وبالتالي حتى تلاقي الناس تقول يا جماعة مش معقول يبقى سعر اللي جاي من امريكا يقضي مناسك الحج في البرنامج بتاعه اقل من سعر اللي طالع من مصر. ده حقيقي. طيب. بيبقى اقل. طيب حاليا يعني اخر الاستعدادات اللي انت متابعها من جانب وزارة السياحة او من جانب الدولة بشكل عام فيما يخص تنظيم الرحلات اللي هي تنطلق باذن الله من الغد وهتزيد بشكل تدريجي حتى انطلاق موسم الحج؟ هو حاليا المفروض انه لجان معينة السكن بالنسبة للحج السياحي في المملكة العربية السعودية حاليا بتتابع وبتشوف الأماكن السكن اللي هيقيم فيها ضيوف الرحمن إن شاء الله، بيخلصوا العقود المتعلقة بالطوافة. الطوافة دي اللي هي الأماكن اللي بيقيم فيها الحاج في المشاعر سواء في منى أو في عرفات، ودي لازم يبقى ليها مواصفات خاصة. طيب يعني هنكمل مع حضرتك، ولكن أرجو أنك تبقى معنا، يعني بعد الفاصل هنواصل في حلقتنا من رأيك بصوتك، وهيستمر معنا الأستاذ هشام شوقي مسؤول ملف السياحة في المصري اليوم عشان نتابع حديثنا، وهنستنى كمان تعليقاتكم وآراءكم المختلفة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفقره الثالثه والاخيره هنكمل فيها حديثنا عن استعدادات الدوله من اجل بدء رحلات الحج اللي هتبدا باذن الله من الغد في مطار برج العرب، وبعدها في مطار القاهره من يوم الاثنين، ثم تتوالى الرحلات بشكل يصل في اليوم الواحد الى 10 او 15 رحله بشكل يومي. ولكن هنكمل كمان في الفقره دي، زي ما انتم عارفين الفقره الثالثه بيكون فيها ايضا الشكاوى، وهنستنى فيها شكوتك بصوتك وهتكلمنا وتقول لنا لو عندك اي مشكله حابب تعرضها على الراي العام او على المسؤولين. مرة تانية هنكمل حديثنا مع الأستاذ هشام شوقي مسؤول ملف السياحة في المصري اليوم. أستاذ هشام أهلا بك مرة تانية. تحياتي لحضرتك للأستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. يعني كنا بنتكلم على الاستعدادات اللي معمولة دلوقتي قبل تقريبا أقل من شهر، 25 يوم على موسم الحج. هو طبعا أهم حاجة بتبقى في الحج يعني بالنسبة لضيوف الرحمن تبقى السكن اللي هو هيقعد فيه والمكان اللي هيأدي فيه مناسك الحج إن شاء الله، سواء في عرفات أو في منى. حضرتك عارف طبعا انه منطقه او يعني مكان مشعر عرفات طبعا الاقامه فيه بتتم داخل خيام، فلازم الخيام دي اللي بيأدي الخدمه فيها هم المطوفين، وبالتالي في مواصفات معينه لشكل الخيام وطريقه الاقامه فيها، لابد انه وفد من اللي بينظم برامج رحلات الحج السياحي يطمئن على هذه الاماكن والخدمات اللي هتقدم فيها، وبيتم ده بشكل تعاقد بيتم ابرامه ما بين المطوفين وما بين شركات السياحه.
ده رقم واحد. رقم اثنين مكان الإقامة سواء في المدينة أو في مكة، وبالتالي برضو بيتم هنا هو بيبقى فيه مواصفات معينة لأماكن الإقامة سواء من ناحية السكن وبعدها عن الحرم النبوي أو الحرم المكي. بالنسبة للمدينة طبعا المدينة كل الأوتيلات بتبقى في منطقة مركزية على نفس المسافة من الحرم النبوي، فبالتالي ما بقاش في أزمة فيها وبيبقى مستواها جيد كلها. في مكة هذه المسألة بقى بتخضع إلى أمور أخرى. مكة في يعني جغرافيا في مناطق مطالع وفي مناطق منحدرات، دي ما بتناسبش كبار السن من أهلنا، فبالتالي بيحظر هذه المناطق اللي فيها ارتفاعات أو فيها منحدرات، ولابد ان هو يكون المسافه ما تزيدش عن 1250 متر ما بين مقر السكن اللي هيسكن فيه الحج وما بين الحرم الشريف يعني. نعم. فكل الامور دي ده حاليا في لجان بتطلع بتعين الاماكن اللي بيتم الاتفاق عليها لاقامه ضيوف الرحمن، وبتقول احنا موافقين على المكان ده، المكان ده يصلح او المكان ده لا يصلح، وبعد ما ده بينتهي اللجنه بتنزل هنا مصر، بيبتدي يحصل التعاقد بقى النهائي اللي هو ما بين الحج وما بين شركة السياحة. وأنا عايز أقف عند النقطة دي معلش شوية، لأنه كتير من أهالينا في بعض الأحيان لما بيجي يعمل ده ما يعرفش إن العقد اللي بيعمله ده والرقم اللي بيتحط فيه هو اللي بيحدد خدماته اللي موجودة هناك. نعم. يعني إذا أنت يا والدي طلعت النهاردة وطالع علشان تحج وحصلت عندك مشكلة، فأنت لما بتروح لبعثة وزارة السياحة اللي موجودة في مكة أو في المدينة تقول يا جماعه انا متضرر من كذا، بيقول لك لو سمحت وريني العقد عشان اعرف انت مكانك فين، الخدمه اللي المفروض تقدم ليك من خلال العقد ده. بالظبط ده طيب. سؤال مهم جدا، المفروض انا يتقدم لي من خلال العقد ده مكان السكن بتاعي مستواه 4 نجوم ولا 5 نجوم، مكان الفندق ده فين، اسمه محدد، انا دفعت كام في البرنامج. تمام. يحصل اي مشكله بالنسبه لاي حد من ضيوف الرحمن بيتوجه الى مقر البعثة المصرية اللي بيبقى موجود في مكة وبيعلن عنه في غضون الايام اللي احنا فيها دي، وموجود على موقع خدمات الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة، هنلاقي ارقام التليفونات المتعلقة باماكن البعثة ومقرها سواء في مكة او في المدينة. بيتفضل بيروح الحاج هناك ويقول لهم يا جماعة والله انا مشكلتي 1 2 3 وده العقد اللي انا عملته مع الشركة والشركة لم تلتزم، وفي نفس اللحظة بيحصل تحرك حل مشكله الحج، وده انا كنت بشوفه على مدار السنوات اللي فاتت. فمهم جدا يعني لكل ضيوف الرحمن ان هم التعاقد بتاعهم يحتفظوا بيه، الحاجه يكون واضح ويعرفوا منه ايه حقوقهم وايه واجباتهم. بشكرك شكرا جزيلا كده، لازم احافظ على حقوقي وعلى واجباتي اللي موجوده هناك في الاراضي المقدسه. الحاجه الثانيه والمهمه لما نبقى في المملكه العربيه السعوديه لابد من ان احنا نلتزم بالقانون هناك، نلتزم بعدم رفع اي فعاليات او شعارات سياسيه، لانه ده محظور من جانب المملكه العربيه السعوديه، واكدت عليه اكثر من مره وزاره السياحه المصريه اكدت على ده، السيد وزير الاوقاف رئيس بعثة الحج اكد على ده برضو اكثر من مره، لانه في بعض الاحيان الناس يعني ايه بتقول لا يعني دي حاجات يعني تنبيه ليها ليه، لا هي هو تنبيهات مهمه لانه ده ممكن يؤدي لترحيل حد من ضيوف الرحمن. مظبوط، ودي نقاط مهمه جدا التركيز عليها الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام شوقي مسؤول ملف السياحه في المصري اليوم، نقاط مهمه التركيز عليها سواء الضوابط اللي موضوعه من جانب الدوله او حتى من جانب السلطات السعوديه ما قبل السفر، وكمان فكره العقد اللي المهم جدا ان المواطن او الحاج يبقى عارف ايه حقوقه او ايه اللي ليه وايه اللي عليه وهو مسافر. الحقيقه ان على جانب اخر وزاره الصحه كانت عملت حمله اعلانيه لتوعيه الحجاج بضروره الحصول على التطعيم اللي هو بيسبق السفر الى السعوديه اللي هو ضد مرضى او مرض الانفلونزا والالتهاب السحائي، وده قبل ما يتم السفر الى الاراضي المقدسه. الوزاره قالت ان الحمله ليها هدف هو حمايه الحجاج من الاصابه باي امراض من الممكن ان تكون معديه، وكمان الهدف منه الحد من دخول اي امراض معديه داخل البلاد خلال المرحله اللي هيتم فيها عوده الحجاج من الاراضي المقدسه الى داخل جمهوريه مصر العربيه. وفرت 100,000 جرعه تطعيم على مستوى الجمهوريه، ويفضل ان يتم الحصول عليها قبل السفر بحوالي اسبوع او 10 ايام. خلينا نرحب هاتفيا بالدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور حسام اهلا بحضرتك. دكتور حسام مساء الخير يا استاذ هشام. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ انا سامع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، بنرحب بحضرتك واللي سامع حضرتك. طيب يعني موسم الحج خلاص على الابواب ومعاه بتزداد التوعيه من جانب وزاره الصحه، فحابين نعرف اهم يعني الضوابط او اهم النصائح اللي بتوجه من جانبكم كحملات الى المواطنين اللي هم خلاص على ابواب الانطلاق الى الحج.
الحقيقه الباحه الطبيه المصريه اللي بتتكون السنه دي من 350 عضو من اعضاء الفريق الطبي والهيئه المعاونه في عدد 35 عياده طبيه موزعه في اماكن اقامه الحجيج في مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده، بتتحرك على ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول هو محور الوقايه، وده بيبدا بالتزام الساده الحجيج بالتطعيمات التي قررتها وزاره الصحه المصريه، وخاصه زي ما حضرتك ذكرت تطعيمي الالتهاب السحائي والانفلونزا. الجزء الثاني هي الارشادات واتخاذ المعايير الوقائيه لعدم الاصابه باي امراض معديه، خاصه عدوى الجهاز التنفسي وفيروس كورونا اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه. احنا عملنا دليل صحي ارشادي للحجاج بيتم توزيعه على جميع حجاج المصريين المسافرين لاداء فريضة الحج وتأدية المناسك. ده الجزء الأولاني اللي بتحرك عليه. الجزء الثاني هو توفير الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة زي الفشل الكلوي في تنسيق مع الجانب السعودي وزارة الصحة السعودية بتوفير أماكن خاصة للحجاج المصريين المحتاجين للغسيل الكلوي حتى يتم إجراء جلسات الغسيل أثناء أدائهم لشعيرة الحج في مستشفيات المملكة العربية السعودية. وكذلك بالنسبة للمرضى اللي محتاجين إلى الإنسولين في حالة ما احتاجوا مرضى السكر أو المصابين بأمراض مزمنة. المحور الثالث لا قدر الله إذا كان في احتياج إلى الكشف في العيادات الطبية، في عندنا عيادات طبية زي ما قلت 35 عيادة بالإضافة لتوافر طبيب في كل مكان من أماكن إقامة السادة الحجيج مع التنسيق الكامل مع وزارة الصحة السعودية لتوفير أماكن إخلاء ودخول للمستشفيات في حالة الاحتياج للسادة الحجيج المصريين. عملية التطعيم ماشية بشكل طبيعي؟ يعني في أفواج بالفعل تلقت التطعيمات؟ عملية التطعيم ماشية، واحنا بدأنا منذ فترة تلقي أو قبول السادة الحجيج اللي رايحين يحجوا، والتطعيم ده شرط من ضمن شروط يعني الشهادة التي تفيد حصول الحاج على التطعيم قبل السفر، ده شرط بتشترط السلطات المصرية والسلطات في المملكة العربية السعودية أيضا. الجزء الأخير بعد العودة هيبقى في تشديد في إجراءات الحجر الصحي ومتابعة لصيقة للسادة العائدين إن شاء الله بعد أداء فريضة الحج بسلامة وبقبول من الله سبحانه وتعالى عشان نطمئن من عدم دخول أي نوع من أنواع الأمراض المعدية إلى الأراضي المصرية. نعم، يعني الموضوع يبقى ما بعد حتى العودة بيبقى الموضوع مطبق فيه إجراءات مشددة منع دخول أي من خلال الحجر الصحي. هي في عندنا فعليا كاميرات حراريه وفي عندنا متابعه صحيه لجميع الحجيج الوافدين ان شاء الله تعالى بعد اداء فريضه الحج. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، بالتوفيق باذن الله في هذه المرحله، وهو موسم بيبقى الموجود فيه موزع على العديد من الاطراف. خلينا نشوف مع بعض الارقام الخاصه باسعار او بحتى رحلات الحج السياحي اللي هتنطلق امتى وهتبقى اسعارها عامل ازاي. حقيقه ان اولى رحلات الحج السياحي البري هتبدا يوم 7 سبتمبر الشهر المقبل باذن الله، ده اولى رحلات الحج البري، اما ده الحج السياحي طبعا. كمان اسعار الحج البري ب 24000 جنيه، فندق 3 نجوم، سكن سداسي وسباعي. اسعار الحج السياحي فندق 4 نجوم بتكون 58000 جنيه وبتكون عاده غرفه مزدوجه. اما الفندق الخمس نجوم فاسعار الحج السياحي فيه بتكون 70000 جنيه للفرد في الغرفه المزدوجه. الحج الاقتصادي والقرعه بتبقى اسعارها 22000 جنيه والسكن بيكون في غرف جماعيه. دي بعض الارقام الخاصه باسعار الحج واسعار كمان كل فندق على حسب نوعيته، ده بيكون موجود في العقد وده اللي اكد عليه الاستاذ هشام ان لابد ان يعلم الحج ايه هو اللي ليه وايه اللي عليه طبقا للعقد المبرم بينه وبين الشركه اللي هو هتنقله الى الاراضي المقدسه. خلينا نقول ان يمكن كان في كمان الحديث خلال الايام الماضيه على فكره ال 5% او ال 10% الزياده في الاسعار وان هي مبالغ فيها او ان الظروف الاقتصاديه الحاليه لا تسمح بهذه الارتفاعات، ولكن هي امور بتبقى متفق عليها ويمكن دايما بيبقى الرد لمن استطاع اليه سبيلا، ولكن اكيد كل مسلم بيبقى يتمنى ان هو يطلع الى اداء الحج، ربنا يا رب يكتبها للجميع. كمان خلينا نكمل ان بحسب ما اتقالت من معلومات عن الحج او عن الحملات اللي قائمه بها وزاره الصحه ان التطعيمات بتتعمل قبليها بحوالي اسبوع او 10 ايام لكل مواطن من الحجاج اللي هيخرجوا الى الاراضي المقدسه، والرحلات بتتراوح ما بين 7 او 10 الى 15 رحله بشكل يومي بعد رحله الغد ورحله ما بعد الغد.
يلا بينا بقى ننتقل الى الفقره الاخيره معانا النهارده، هي فقره شكوتك بصوتك. الجزء المتبقي من الحلقه كالمعتاد هنتلقى فيه اي شكاوى عندكم. لو عندك اي مشكله بعيدا طبعا عن موضوع الحلقه النهارده، بعيدا عن موضوع الحج، اتصل بينا اعرضها من خلال ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه عشان تعرض المشكله وتعرض الشكوى. الحقيقه في شكاوى كتيره جدا بتوصل لنا، بنحاول نوصلها للمسؤولين، البعض بيستجيب ويتجاوب معانا، والبعض بيتصل بينا لوحده عشان يحاول يحل مشكلات، والبعض احيانا بنجد صعوبه الحقيقه في المحافظات المختلفه ان احنا نتواصل معه. ولكن ايا ما كانت المشكله على الاقل نعرضها على الساده المشاهدين. هيكون معانا دلوقتي حالا اعتقد معانا شكاوى بالفعل. طيب معانا على التليفون استاذ محمد من القاهره. استاذ محمد اهلا بيك. طيب فقدنا الاتصال وهنعود ليه من جديد. خلينا لحد ما يعود لينا الاتصال مع شكاوى حضراتكم نشوف التعليقات اللي جات لنا على موضوع الحج النهارده، ان كان في الحقيقه يعني بيقول ان يعني اقسم لكم ان في مشاكل بتحصل لنا واحنا هناك وبنبقى محتاجين رعايه بشكل دائم. ده من ملكه بتقول التعليق ده كمان من التعليقات على صفحتنا على فيسبوك، حتى نجد يعني ادي في يعني برضو لله الحمد بيقول ده باسم مشترك على الصفحه، بيقول ان احنا نتمنى ان تمر الامور بسلام، وكمان الحديث عن عدم وجود امراض معديه وبيتكلم على دور وزاره الصحه في هذه المرحله. الحقيقه ان عايزين بقى مننا نتكلم في فقره شكوتك بصوتك، نتكلم على موضوع مهم جدا حتى تصل الينا اول الشكاوى. طيب معانا على التليفون استاذ شعبان او حاج شعبان من المنصوره. حاج شعبان اهلا بيك. معاك يا باشا. اهلا بيك يا فندم، احنا على الهواء اتفضل. حاج شعبان؟ ايوه يا باشا. اتفضل احنا على الهواء اتفضل قول مشكلتك. انا يا باشا حاصل على حكم. الصوت بس يبقى اكثر وضوحا يا حاج شعبان بعد اذنك. انا حاصل على حكم يا باشا جنائي. تمام حكم ضد ضد العميد شرطه صلاح الدين حسن توفيق سمك. تمام. وزوجته كذلك في حكم جنائي لمده سنه. حكم نهائي من امتى؟ حكم جنائي في 8/3 و10/3 هو وزوجته. تبديد. تبديد بمعنى ايه؟ يعني 215,000 جنيه بحكم قضايا عليه يعني. الفحم. حكم نهائي يا حاج شعبان؟ ايوه يا باشا حكم نهائي واخد حكم جنائي تبديد يعني ضد هما الاثنين هو ومراته. طيب ايه اللي حصل؟ يعني ايه القصه؟ تفاصيل القضيه ايه؟ القضيه دي ان هما الاحكام دي صادره ضده وهو لازم يقبضوا عليه، الداخلية بتجامله. ليه شايف ان الداخلية بتجامله زي ما بتقول يعني على حسب روايتك يا حبيبي؟ انا اقول لسيادتك يا باشا اتظلمت لوزير الداخلية السابق وزير الداخلية ومدير امن الداخلية السابق ومدير امن الداخلية الحالي وتنفيذ الاحكام في المديرية وتنفيذ الاحكام في قسم ثاني وكلهم بيجاملوه وكل الشكاوى اللي بتروح بتتحط في الادراج عنده. ايه الشكاوى؟ ان ما بيطبقش الحكم النافذ اللي هو النهائي من جانب القضاء. هم يا باشا لازم يطلبوه يقبضوا عليه، ما بينفذوش الكلام ده. طيب ايه المبرر؟ يعني انت لما بتسال يعني ايه السبب او في سبب معين لعدم ان الحكم، يعني لسه في مثلا درجات تقاضي او في امور ثانيه بتحصل؟ لا يا باشا دي حكم نهائي. هو لازم يقبضوا عليه عشان يعمل حاجه اسمها معارضه استئنافيه في القضاء. تمام؟ هم ما بيجيبوش عشان هو يكسب وقت. عشان حقه يروح. طيب المعارضه الاستئنافيه دي اتعملت؟ لا هم ما جابوش يا بيه. هم عشان يقبضوا عليه ما بيقبضوش عليه، بيجاملوه. بتوع الداخليه بيجاملوه. طيب ماشي، بعيدا عن موضوع بيجاملوه دي هنخليها برضو نوصلها للمسؤولين، ولكن عايز اعرف يعني عشان بس الموضوع يبقى اكثر وضوحا بالنسبه لي، يعني ايه في معارضه استئنافيه حصلت ولا هتحصل؟ لا ما حصلتش يا باشا، ما هو لما يتم قبضوا عليه يعملهم. هم ما بيجيبوش عشان كده. واخر شكوى معايا هي ان وزير الداخليه بتاريخ 8/8 برقم 1236 عين، وكل ما اروح لهم الوزاره يقول لك جرى الفحص ولم يتم عمل اي اتخاذ اي اجراء. طيب مفيش درجات يعني تاني للتقاضي يا حاج شعبان؟ لا يا باشا دي اخر حاجه، اخر حاجه دي يا باشا استنفذت كل حاجه. طيب اخر حاجه دي. طيب ورقم الحكم معاك ومعاك الورق اللي بيثبت ان في حكم، يعني الموضوع واضح. كل الاوراق معايا يا باشا، كل المسندات معايا. طيب فين بقى منطقه يعني فين او اسم او القضيه كانت بتخص ايه؟ تبديد ممتلكات بمعنى ايه؟ نعم يا باشا. حاج شعبان. ايوه يا باشا. منين حضرتك؟ انا من المنصوره، من قريه اسمها تلبانه من المنصوره. قريه اسمها؟ تلبانه من المنصوره. معلش قول اسمها تاني القريه. تلبانه مركز المنصوره، تلبانه. كردانه؟ تلبانه. جلبانه، طيب جلبانه، طيب. طيب حاج شعبان ايه القضيه تاني؟ فيها تبديد بمعنى ايه اللي حصل بالظبط منه؟
هو يا باشا عنده 215 ألف جنيه في ذمته بحكم قضائي محكوم عليه لأنه باع أرض ليه قبل كده أرض وخدت عليه أحكام قضائية الأحكام القضائية وصلت لأنه خد سنة سجن مع الشغل هو والست بتاعته تمام تبديد هم بيجاملوه طيب هو عميد شرطة سابق عميد شرطة سابق طيب بشكرك أيوه ماشي شكرا يا حاج شعبان عموما طبعا يعني احنا طبعا المسؤولين في وزاره الداخليه على فكره بيتواصلوا معانا بشكل دائم واحنا مش عارفين تفاصيل يعني واضحه ولكن هو بيتكلم على حكم نافذ حكم لابد من تنفيذه من جانب القضاء فبيتكلم على ان هو يعني بيتهم او بيلوم ان في مجاملات بتحصل باعتبار ان المتهم او اللي هو المفروض ينفذ ضده الحكم هو يعني ضابط شرطه سابق فبيتكلم في انه معترض على ده وان هو شايف ان في ظلم طبعا عدم تطبيق الاحكام بعيدا عن ده او غيره ده بيعتبر نوع من انواع الفساد ولكن هي مشكله عامه طبعا بنتكلم دايما مش بس يعني فكره مجامله ولا مش مجامله فكره عدم تطبيق الاحكام بشكل سريع مع اي مواطن ده يعتبر نوع من المسؤوليه ملقاه على عاتق من هو مسؤول على تنفيذ الاحكام وفي الاخر بتدينا مجال بقى للقيل والقال زي ما ممكن يقول اي مواطن في الاخر الموضوع متروك لوزاره الداخليه لو حابوا طبعا التواصل معنا ساعتها هنوصلهم بالحاج شعبان واحنا معانا طبعا طرق التواصل مع الحاج شعبان اكيد بيكون معانا في الكنترول معانا تليفون مين شكوى تانية طيب هيكون معانا شكاوى تانية خلينا اقول لكم ان الحقيقه امام بوابه مدينه الانتاج الاعلامي بيكون في عشرات المواطنين بشكل دائم وبشكل يومي بيدونا مشاكل وبيحاولوا ان هم يوصلوا لنا بيحاولوا ان هم يوصلوا المشكله يعني هو الحقيقه ان ده بيكون امر مهم جدا ان احنا نطلع الراي العام على المشاكل اللي بيمر بيها المواطن وان احنا نوصلها للمسؤولين كمان هي مشاكل بتكون كتيره جدا فاحنا بنرجو من المسؤولين دائما ان هم يردوا علينا او ان هم يجاوبونا او ان هم يتعاونوا معانا في سبيل حل هذه المشكلات مش احنا اللي بنحل على فكره احنا بنحاول نوصل الامر للمسؤول والمسؤول هو مسؤوليته الطبيعيه والدائمه والمنطقيه ان هو اللي يحل هذه المشكلات فلا بد من هو يهتم بمشكلات عشرات المواطنين اللي بيكونوا موجودين في الشارع بشكل يومي وفي المحافظات بشكل يومي عندهم مشاكل مع قطاعات مختلفه معانا على التليفون استاذ محمد من القاهره عاد مره ثانيه استاذ محمد اهلا بيك الو اهلا بيك يا فندم معاك مع حضرتك المهندس محمد متولي اهلا بيك يا باشمهندس اتفضل حضرتك بقى انا زي النهارده كده من يوم السبت اللي فات اللي هو 22/8 اتسرقت عربيتي من قدام العماره فانا طبعا رحت حررت محضر في اسم شرطه مدينه نصر اول وخد رقم 36027 لسنه 2015 جنح تمام وحضرتك طبعا انت في الايام السوداء اللي احنا فيها دي انت بتبقى خايف ياخدوا العربيه يروحوا يفجروا بيها حد يروحوا يعملوا حاجه فالمباحث عملت المحضر وقالوا لي لازم تروح في المديريه عند مباحث السيارات فانا بقى لي حوالي اسبوع اهو من هنا لهنا لهنا ولسه ما وصلوش لحاجه وطبعا الموضوع ده طبعا انت من غير عربيتك قلقان ومتوتر ويعني مش عارف وسيله المواصلات اللي عندك ضاعت منك فالموضوع سخيف والمفروض ان احنا في وسط في التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها يجيبوه خاصه ان انا سايب لهم نمر التليفونات اللي بيساومني منها يعني 8 ايام النهارده بيسوبني من نمر تليفونات انا سايبها في المباحث سيره السيارات ومباحث مدينه نصر اول ولحد النهارده ما وصلناش لحاجه فالموضوع سخيف ومقلق للغايه طيب يا باشمهندس محمد يعني خليني اعرف الشخص اللي هو سرق العربيه بيكلمك يعني بيطلب منك مبلغ مالي بيطلب 19000 جنيه كام 19000 جنيه هو يعني بيقول لك ان هو يقابلك في مكان معين هو طبعا بيقول لي اقابلك في مكان معين وبعدين انا يعني سبق قبل كده ناس من زمايلنا سرقت عربياتهم وبعدين ودوهم اماكن وخدوا فلوسهم وما رجعوا لهمش حاجه مظبوط طيب وانت لما يعني لما بتدي الرقم للاسم او بتعمل محضر بارقام اللي بيساومك يعني كان بيبقى ايه الرد هو بيقول لي خلاص احنا شغالين عليه احنا سيبنا بس احنا اشتبهنا في حد نزلنا جبناه ما طلعش هو الانتنة مش عارف بتديني منطقه ايه ومنطقه ايه واصبر علينا شويه كده يعني طيب بشكرك يا باشمهندس محمد وربنا يا رب يرد لك ممتلكاتك الحقيقه يعني هو مش هيبقى رد صادم ولو قلت ان يعني دي حصلت لناس كتيره جدا خلال السنوات اللي فاتت ناس كتيره قوي عربياتها اتسرقت وناس كتيره جدا هم اللي رجعوا عربياتهم بمعرفتهم مع محاولات اكيد بتتم من جانب المسؤولين في وزاره الداخليه مع حملات امنيه مكثفه بتتعمل هو بيتكلم في حقه اولا المفروض ده دي شكوى طبيعيه وشكوى ان واحد عربيته اتسرقت ترجع له
احنا في ظروف صعبه، احنا في تقصير، بيحصل تقصير، فكل مواطن تعرض لمثل هذه الازمه، احنا كتير جدا من عشرات المواطنين بتتسرق منهم عربياتهم، يتاخد منهم فلوس عشان يرجع لك عربيتك في الاخر، وبيجي بعد يقول لك معلش بقى، يعني بيكلمك كانه بيرد لك حاجه، معلش هناخد منك فلوس وهنرجع لك عربيتك بكل يعني ايه امانه. فاحنا بنبقى محتاجين طبعا، ده بيبقى خطر، ولازم ان يكون الموضوع كله تحت رقابه وزاره الداخليه وتحت رقابه الشرطه، مش المواطن هو اللي هيروح يرجع عربيته بنفسه، بما ان احنا في بلد فيها شرطه، فيها وزاره الداخليه، فيها امن المفروض، وده بشكل واضح. ف يعني ده كله طبعا غير زي ما بيتكلم باشمهندس محمد ان احنا عندنا وسائل تكنولوجيه المفروض ان احنا نعتمد عليها عشان نرجع العربيات او كل ما هو مفقود من جانب المواطن. هو مش طلب غريب قد ما الغريب ان احنا نتكلم في ان العادي ان يحصل سرقه سيارات، واحد يا اما يستعوض ربنا في العربيه او يدفع فلوس عشان يرجع العربيه، او يدفع فلوس تانية ولا العربيه ترجع له ولا الفلوس ترجع له. دي امور كتيره اتكلمنا عليها فيما يخص مجهودات لازم تقوم بيها الداخليه، واكيد بتقوم بيها بخصوص عوده السيارات المفقوده تحديدا، لان في عصابات كتيره قوي في الموضوع ده. معانا التليفون محمد من البحيره. استاذ محمد اهلا بيك. محمد ثعلب يا باشا من المحموديه البحيره. محمد صابر اهلا بيك يا استاذ. محمد ثعلب من المحموديه البحيره. محمد ثعلب. ايوه يا باشا اتفضل. عالي صوت حضرتك شويه بعد اذنك واتفضل. نعم ارفع صوت حضرتك شويه واتفضل احكي المشكله. ماشي. انا حضرتك من جمعيه السعديه منطقه الخزان مديريه البحيره. في قضيه تزوير كبرى حصلت عندنا في الجمعيه. رئيس الجمعيه قام بتزوير بطايق هو ومدير الجمعيه وبعض الاعضاء، بطايق وهميه ملهاش اساس في سجلات العضويه، وقاموا بصرف مستلزمات انتاج عليها كماو وسوبر في الوقت اللي الدوله بتحارب فيه الفساد. وثبتت قضيه التزوير بالفعل. ماشي. الا ان السيد مدير الهيئه، مدير الهيئه العامه للاصلاح الزراعي متعنت، ماشي، وبيناصر الناس اللي قاموا بعمليه التزوير، ورحت له في مكتبه وقدمت له شكوى وبعت له كذا فاكس، الا انه متعنت، وقام التعاون الزراعي عندها في مديريه البحيره باسقاط العضويه عن الاعضاء دول. ماشي. الا ان السيد مدير الهيئه قام ورجعهم تاني مخالفه القانون. فقمت انا واربع اعضاء احتجاجا على اللي عمله السيد مدير الهيئه، وقدمنا استقالتنا من الجمعيه عشان الجمعيه تنحل، ولقينا الارض وقاموا بسرقه كيماوي وسوبر، نترات ويوريا وسوبر، وباعوه في السوق السوداء، وقاموا بالتعدي بالمباني على الارض الزراعيه المفروض اللي هم امناء عليه، وقام ومدير الجمعيه عمل المحاضر باسماء اشقائهم بيخالفوا بذلك القانون. ماشي. ورغم ذلك مدير الجمعيه بعد بعد المديريه ما بعثت بحل الجمعيه، مدير الهيئه تعنت وناصر هذا الفريق الظالم علينا، وقال الجمعيه دي مش هتنحل، وصعد الاعضاء الاحتياطي ضاربا بكل القوانين سعادتك عبد الحائط. فانا مش عارف ليه مدير الهيئه بيناصر يعني فئه ظالمه في الوقت اللي فيه السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء بيحاربوا الفساد والمفسدين. ماشي. ومدير الهيئه بيناصر الفساد والمفسدين. طيب علشان طيب قولي قولي الهيئه دي هيئه ايه تاني؟ الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. طيب يعني انت معاك ما يثبت إن معايا معايا ما يثبت. طيب هو طبعا لاي مواطن يعني او اي حد بيذكر منصبه او اسمه بيبقى ليه حق الرد طبعا في اي لحظه، والوعده بتبقى عليك، فيعني لازم تبقى عارف ان انت لو قلت اي حاجه بتبقى لازم مثبته، مسؤول عنها مسؤوليه تامه. دي في اي شكل يا باشا مثبته ومسؤول عنها مسؤوليه كامله، ومستعد اللي هو السيد مدير الهيئه يخش معايا داخل على الهواء دلوقتي. احنا تواصلنا معاه، حاولنا نتواصل مع مدير الهيئه العامه للاصلاح الزراعي، ولكن هو نعم ما بيردش على التليفون حاليا. طيب عموما يا حاج محمد ثعلب من البحيره انا بشكرك، واكيد هنتواصل معاك لو حصل جديد، وطبعا لاي حد حق الرد. وطبعا عموما اي مشكله بتعرض بتبقى مسؤوليه المواطن اللي بيتصل، واحنا بنحاول نفتح منبر ان اي حد يشتكي واي حد يوصل صوته، وفي الاخر بيبقى فيه حق الرد طبيعي جدا، سواء في الحلقه نفسها او في الحلقه التاليه لاي مواطن يذكر اسمه او اي مسؤول يذكر اسمه، لان هي بتبقى غالبا شكوى من فساد او شكوى من تعنت او شكوى من تزوير زي ما احنا بنسمع من جانب حضراتكم في اي شكوى. واحنا كمان بنتكلم على فكره في شكاوى لو انت شايفها في الشارع موجوده عايز تصورها كمان تبعت لنا صورتها على الفيسبوك، ابعتها. اي مشكله سواء كانت فيها فساد او مشكله خاصه شخصيه، سواء كانت سياره زي ما اتكلمنا النهارده عن سياره اتسرقت
او مشكله فيها تعنت او مشكله فيها تزوير او عدم تنفيذ حكم قضائي ما دام هو نافذ. دي كلها امور من المهم جدا عرضها على الراي العام وعرضها على المسؤولين في محاولات للحل. عموما كده احنا خلاص حلقتنا انتهت. بكره ان شاء الله هنتقابل في حلقه جديده قبل دلوقتي بساعه، الساعه 6 على النهار اليوم يوميا رايك بصوت، هنتكلم في موضوع جديد هنستنى فيه رايكم واراء المسؤولين بالاضافه لفقره شكوتك بصوتك. تحياتي وتحيات فريق العمل حتى نلتقي غدا باذن الله، الى اللقاء.